صادق حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واصدر قانون رقم 6 لسنه 2022 بالموافقه على نظام قانون بتعديل احكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاء فيه الماده الاولى وفق على نظام قانون بتعديل بعض احكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المرافق لهذا القانون. الماده الثانيه في تطبيق احكام النظام القانون المرافق لهذا القانون يقصد بعباره الجهه المختصه الوزاره المعنيه بشؤون التجاره.